إنه العم جوجل هو من أخبرنا مصادفة بمبادرة الدراجية السودانيات التي أكملت عامها الثالث الآن، فذهبنا إلى ساحة الحرية حيث تمارينهن الأسبوعية. ونحن بس بنحب نسوق العجلة، وكمان يعني تشجيع للبنات إنهم يعني يطلعوا من الأشكال النمطية للرياضة والنشاطات حقتهم، يعني ويساهموا في القضايا بتاعت البيئة، في إنه يعني يستخدموا وسيلة بتاعت حركة شوية صديقة للبيئة، وكمان يعني يكونوا ظاهرين. يعني انتظرنا حتى مغيب الشمس لتحضر عضوات المبادرة ولنقوم بتجربة استقصائية عن هذه الهواية التي تعد غريبة على المرأة في مجتمع راديكالي مثل المجتمع السوداني. ما بنسمع بس للحاجات السلبية، الحياة الإيجابية يعني ما كلهم، في ناس بيكونوا مشجعين للفكرة، وفي ناس بيشجعون يعني لما يشوفونا ساقين في الشارع في الإيفنتات بيكونوا متحمسين إنه يجوا يشوفونا ويجوا وينضموا للمبادرة وبشجعونا يعني. وفي ناس طبعا بيكون يقول لك ما البيت مفروض تمشي تغسل العدة والكلام الغريب ده. ضحى عادل تخرجت في كلية الهندسة جامعة الخرطوم وتعمل في وظيفة مرموقة، وكان مدخلها لعالم قيادة الدراجة ابنها الصغير عبد الرحمن. أنا أم لي عبد الرحمن، طفل واحد ومطلقة، وأصلاً الهواية جاتني بتاعت سواقة العجلة لما أنا أصلاً جبت لعبد الرحمن عجلة من عمره سنة ونص، اللي هي العجلة الثري سيركل دي، فما ساقة، فقمت قلت خلاص انه انا اقوم اتعلم سواقه العجله ونجي الساحه مع بعض ونلعب يعني اي حاجه انا عشان اعلمها لو قاعده في البدايه اعملها معاهم. فقمت بقيت اتعلم، اول يوم طبعا وقعت شديد، وهو كان بيضحك علي بيقول لي ماما وقعت من العجله وتزلطت وكده. فتاني يوم طوال الحمد لله اتعلمتها، ما كان الموضوع خطير، وبعد ذاك بقيت انا ماشي في موضوع العجله اكتر منه. تاء التأنيث المربوطة تعدت قواعد اللغة إلى أغلال المجتمع، ولكن أزهاراً برية نبتت في أرض الخرطوم لتتحلى وتتجلى فيها قوة العشب التي لا يمكنها الانكسار. عفراء فتح الرحمن، قناة الغد، الخرطوم.